أولا وقبل البداية علي سحب كلامي في مقدمة مراجعة الفصل الماضي، لأن هذا الفصل هو صاحب الميدالية الذهبية من ناحية السوق. فرغم عدم تقبلنا للفصل الماضي إلا أنه كان فصلا أكثر تنظيما من هذا الفصل، والذي رأينا فيه حياة الشامان بعد قتال ملك اللعنة. ومرة أخرى لم يتم ذكر جوجو ودوره الفعال في استنزاف سكونة. وكخلاصة، جوجو الآن وكأنه شخصية لم تكن من الأساس، ولا أعلم لماذا الكاتب يستمر في إظهار أشياء لا علاقة لنا بها، حيث قام بإهدار عدة صفحات على أماي واتشار. وكما قلت لكم أيضا في مراجعة الفصل الماضي، إن كان جيجي يريد تخريبها أكثر من اللازم، فتكابا سيعود في الفصل القادم. والند الجيجي حتى أنه قرر أن يرسم شخصية ما تشبه كثيرا جيتو أو كينجاكو. ومن هنا وقبل بداية المراجعة أريد أن أقول لكم أن هذا ليس كينجاكو، وإنما قد تكون تقنية تكابا والذي حن للماضي وانسجامه مع كينجاكو. ففي الأخير كينجاكو هو الشخص الأجدر بأن يقدم معه العروض تهريجية. وكما ترون فهما يرتديان نفس الملابس استعدادا لتقديم آخر عروض تكابا قبل محو الأغراض الملعونة من المتجسدين. وبالعودة لعنوان الفصل نهاية الحلم، والذي قد يكون مرتبطا بأحلام الشامان، فميغومي مرة أخرى لديه شخص يعيش من أجله، وهانا تقضي وقتا طيب مع ميغومي وهي تريد أن تقوم بعمل حفلة، وتشارلز تمكن من تحقيق حلمه باعتباره مانغاكا وصار لديه محرر، وتم السماح لهيغوروما بالقتال من أجل العدالة وتم إعطاؤه دورا. تكابا كذلك يحقق حلمه كممثل كوميدي مع صديقه المفضل كينجاكو، وهذا باستخدام تقنيته الملعونة والتي تصنع المعجزات. وأيضا لا ننسى يوجي، والذي أخيرا يحصل على فرصة للذهاب رفقة نوبارا وميغومي في مهمة وهو متحمس لها جدا. وبالله يا جيجي صرت أشك في نفسي، فلربما نحن الآن في حلم، أو لربما جيجي تم اغتياله من فانز جوجو، لأن ما رأيناه في الفصلين الأخيرين أشبه بالحلم. إلا إن كان لكل هذه العبثية في الفصلين الأخيرين معنى، أو بالأحرى لو كان الكاتب يخطط لعمل بارت ثاني للمانغا. وأتمنى أن يكون كل هذا حلم، وهو نفس ما قال عنه كينجاكو لصديقة يوجي، الفراغ بين الواقع والحلم هو لعنة. وللإشارة فقط، فحركة ظهور كينجاكو ليست أول حركة يقوم بها الكاتب بعدما انتهت أفكاره، لأنه في الفصل 268 قال لنذهب ونساعد يوتا، ولم نرى يوتا يحتاج لأي مساعدة. وفي الفصل 269 وضع الكاتب هذه الساعة، وبعد الكثيرون بدأوا بوضع النظريات وأن الساعة تشير لنفس رقم الفصل الذي عاد فيه جوجو من عالم السجن، وها هو الآن يعود ليكرر نفس الحركة مع ظهور شخص يشبه كينجاكو. يبدأ الفصل أمام مقبرة عائلة الفوشيغورو، حيث نعلم أن شوكو قامت بالاعتناء بجثة سوميكي أخت ميغومي، وهذا بعد موتها على يد سكون. وتقول شوكو أنه كان يجب الاعتناء أيضا بجثة جيتو لولا حماقة جوجو، ولهذا قالت ذلك الأحمق، لأن جوجو لم يسلمها جثة جيتو. ومن الغريب أن لحد الآن لا يوجد معلومات حول مصير جثة جوجو، وهل دفن في قبره والكاتب أخفى، وهذا لنرى الجميع في الفصل القادم أمام قبره. تأتي مكالمة لميغومي من الرئيس الحالي غاكوكانجي، حيث يقول أنهم وجدوا تينجن بين بقايا سكونة التي انتزعت من جسد ميغومي، وبفضل ذلك ستصمد حواجز تينجن لفترة أطول. ونرى أن غاكوكانجي وأوتاهيمي وأراتا متجهون إلى ضريح النجم لوضع بقايا تينجن هناك. لننتقل بعد ذلك لماكي التي تعطي لدايدو كاتانا ملعونة عربونا عن شكرها له. ففي فصول معركة ساكوراجيما كان دايدو معجبا بكاتانا الخاص بماكي. تقول ماكي أن لعبة الإعدام لم تعد تستجيب أو لم تعد تعمل، وهذا ربما راجع لكون اللاعبين المتجسدين ينسقون خطواتهم مع بعض. فهانا ويوجي يقومان الآن بسحب الأغراض الملعونة منهم، وصراحة لا أعلم كيفية إنهاء لعبة الإعدام بكل هذه السهولة والعبثية. وإن سألتني كيف انتهى لعبة الإعدام سأجيبك به. شيسو يوميرو ني شيكا واكارانيه. تقول ماكي بأنهم سيحاولون استرجاع اللاعبين المتجسدين والذين أسروا من الجيش الأمريكي. فعلى الرغم من انتهاء لعبة الإعدام، لا تزال طوكيو منطقة محظورة بسبب تجمع اللعنات فيها من كل أنحاء اليابان. لذلك تطلب ماكي منهما الاختباء ريتما يصلهم الدور. فدايدو وميو ليسوا استثناء، لأنه لا بد أن يتم محو الأغراض الملعونة داخلهم. ونرى أن دايدو متحمس لقطع الأرواح الملعونة، بينما ميو لا يناسبه قتال اللعنات باستخدام أسلوب
بالسومو، فيطلب دايدو من ماكي أن تكون موجودة لحظة محوهم لأنه يريد قتالها. ثم ننتقل للمانجاكا تشارلز، والذي يقول أنه مانجاكا ذو أسلوب رسم سيء، وهنا جيجي يشبه نفسه بتشارلز، فنظرا لعدم احتكاكه بمؤلفين مخضرمين وصل به الأمر لكتابة فصول قمامية لا تليق بجودة كتابة جوجوتسو كايسن في النهاية. ولنكتشف أن المهرج تاكابا لا يزال حيا، لأنه لم يخدع فقط كينجاكو حينما ارتدى زي الموتى، بل خدعنا بدورنا لأننا حسبناه ميتا. لتأتي الصفحة التي قسمت الفانز لقسمين، فمنهم من أصبح متأكدا أن هذا كينجاكو، والآخر يظن أنه جيتو. تفسير وجود هذه الشخصية له احتمالين لا ثالث لهما، وهما يقودان لنفس الاستنتاج. الاحتمال الأول أن هذا الشخص هو صديق تاكابا الذي ظهر في الفصل 241، حيث كان هذا الشخص يتدمر من استمرار تاكابا في استغلاله لتقديم العروض التهريجية، وهكذا قام تاكابا هنا بجعله يبدو مثل كينجاكو لأنه الوحيد الذي كان منسجما معه. أما الاحتمال الثاني أن تاكابا قام باستخدام تقنيته الملعونة لتقديم العروض مع شخصية وهمية لا وجود لها في الواقع، لأن تقنية تاكابا هي تجسيد للخيال وجعله حقيقة، وقد تلاحظ أنهما يرتديان نفس الملابس كالثنائي الكوميدي. لننتقل لعدة صفحات نرى فيها أما يعتذر من شخص ما كان يضايقه في فترة الدراسة، وصراحة تضيع كل هذه الصفحات على أما ووضع سطرين عن انتهاء لعبة الإعدام ومصير تينجن هو أمر يدعو للسخرية. لننتقل لشخصية هيغوروما الذي لم يحاكم بل صار شامان تابع لمدرسة الجوجوتسو، ثم نرى الملاك يوضح سبب قدرة سكونة على خداع هانا حينما أوهمها أن ميغومي متحكم، لأنه من خلال ذكريات ميغومي علم سكونة أن ميغومي وهانا. ليقول ميغومي أنه بدءا من اليوم سيكون بمثابة الدراع اليمنى المقطوع لهانا، مما يدل على أن ميغومي وهانا سيتزوجان في الفصل القادم، لأن هانا بدأت من الآن تسأل عن موعد الفرح. وميغومي قبل بالعرض لأن كلماته المتقطعة علامة الرضا. ثم ننتقل لإحدى الفتيات التي ترى أن صديقها تغير وجهه وأصبح مثل ذلك الحرباء من هانتر، لنعلم أن العيب ليس في الشخص بل في الفتاة، ولا أعلم صراحة ما فائدة كل هذا الهراء. هل لأنك يا جيجي تريد أن تقول لنا أن هذا الشخص هو هذا الرجل الذي أخذ معك هذه الصورة في أول ظهور لك؟ لننتقل لنهاية الفصل، حيث يخبرنا ميغومي أن هناك احتمالية وجود شخص ما والمرجح أن يكون مستخدما للعنة، ويوجي متحمس للغاية للذهاب في هذه المهمة. ومن هنا يجب أن نستنتج يا عزيزي المشاهد أن الكاتب لا ينوي تكملة القصة في بارت تاني، لأنه في هذا الفصل أكد لك أن الشامان بعد موت جوجو سيبدأون في تغيير هذا المجتمع والذي سيبنى على أيدي أبطال القصة، فاللعنات لن تختفي وبإمكان أي أحد الآن أن يذهب ويشترك عندما شهريا ليستطيع استخدام المجال البسيط، وبهذا اليابان كلها ستصبح لديها وسيلة للدفاع عن نفسها، وهذا ما يريد الكاتب أن يوصله لك بهذه الفصول العار على العمل. إلى هنا نكون وصلنا للمراجعة ما قبل الأخير لهذا العمل. إن كنت ترى أنني أستحق الدعم فلك واسع النظر، وأراكم في مناسبة قادمة، والسلام عليكم.